بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تمرين رقم 4 حول درس الإزاحة لمستوى السنة الثانية إعدادي الموسم الدراسي 2019-2020. ABCD متوازي الأضلاع أصغر ما هي صورة D بالإزاحة T التي متجهتها AB؟ B صغر ما هي صورة B بالإزاحة T التي متجهتها AD؟ مع تعليل الجواب بطبيعة الحال. يعني خذ دفتر التمارين ثم انقل التمرين، وبعد ذلك خذ دفتر البحث وأنجزه. سنلتقي بعد قليل لتصحيحه معا. يلا نشوف التصحيح الآن. الجواب أصغر الشكل، ثم نرسم الشكل. نبدأ بمتوازي الأضلاع A B C D، A B ثم B C. ناخد البركة ثم نستعمل بهذه الكيفية. لو كما تعلم، إذا كان لدينا رباعي محدب بحيث كل ضلعين متقابلين في متقيسين فإنه متوازي الأضلاع. هذه الخاصية التي نعتمد عليها غالبا لإنشاء متوازي الأضلاع. A B C D. في البداية متجهة الإزاحة هي المتجهة AB، إذن ما هي صورة النقطة D بهذه الإزاحة ولماذا؟ نعم، صورة D بالإزاحة T ذات المتجهة AB هي النقطة C. ما السبب؟ نعم، لأن ABCD متوازي أضلاع، وبالتالي فإن المتجهات DC تساوي ماذا؟ نعم، المتجهات DC هي غادي نرسمها تساوي المتجهة AB. تعلم جيدا أنه كلما كان لدينا متوازي الأضلاع يمكن أن نستخرج منه عدة حالات لمتجهتين متساويتين، كأن نقول متجهات DC تساوي المتجهة AB، وهذا يعني أن السي نقطة السي اللي عندنا هنا هي صورة D بالإزاحة T التي متجهتها AB، أو التي تحول A إلى B. واضح؟ الآن ما هي صورة النقطة B بالإزاحة T ذات المتجهة AD؟ أنا غادي نرسمها بلون آخر أخضر. هذه هي المتجهات الإزاحة الأخرى. إذا ما هي صورة النقطة B، هذه النقطة، بهذه الإزاحة؟ نعم، هي النقطة C بطبيعة الحال. لماذا؟ نعم، لأن المتجهة BC تساوي المتجهة AD. ولماذا؟ لماذا المتجهة BC تساوي المتجهة AD؟ نعم، لأن ABCD متوازي الأضلاع. طبقين، نكتب هذا البرهان لنحدد صورة D بالإزاحة T التي متجهتها AB. عندنا ABCD متوازي الأضلاع، وضعت ميم ألف تعني متوازي الأضلاع. إذن المتجهة DC تساوي المتجهة AB، وهذا يعني أن السي هي صورة D بالإزاحة T التي متجهتها AB، أو التي تحول A إلى B. بحال بحال، لنحدد صورة B بالإزاحة T التي متجهتها AD. لنحدد صورة B بالإزاحة T التي متجهتها AD. عندنا ABCD متوازي الأضلاع، إذن وهنا غادي ناخذ المتجهة BC تساوي المتجهة AD.
وهذا يعني أن سي هي صورة بي بالإزاحة تي التي متجهتها أد. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية برج زيتون مراكش. إلى اللقاء.